قال الجود قال الجود 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 اسم امها الجود اسم امها الجود اسكت يا سلقة يا سلقة عقب قال المعذرة قال المعذرة لا هذا قهوة نشرب بقهوة يعني تشرب قهوة؟ ايه طيب قهوة. طيب عشانك كذا وقلت لها انا سمعت خطأ ولا انا سمعت خطأ ولا ايش صار؟ عشان قلت لها ذا الكلام عشان قلت لها ذا الكلام بنزوجها للنوري عقب يخسى والله ما يشمها اللي الطلاق اني يشمها والله ما يشمها اوكي خطرات خلي يشمها ليه؟ تسمع يا خلاص النوري صدق اسمع بلعب انا وياك جوله من جوله جولتين ها قال له اللي ودك على الصدام وش من طير يا طير زين يا خرف ابيك نلعب جولتين من طير من وش من طير الى طير من طير اصبر طيرك طيب دقيقه لا لا من طير انبس انت بتاخذ طير انبس انا مش اخذ بعطيك طير وين الطير؟ مودود 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 في المربط وصايد وفايد علي الطلاق انه تم بس احلف بالله انك صادق والله ندي يا الربع شد وتكبيش تكبيش 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 اه والله اني بس عندي احد ولا لا؟ اي ماله شدوا يا الربع فن علي يا ابو شمول اي انت وين؟ ارحب يا هشام والله في الحسا وش الطيور ذي؟ وش صايلها تقصد؟ دي انا ما اشوف هذا اجير صح؟ وينه؟ هذا اللي مين؟ لا انا ما اشوف ترى ما خلوه كلها اجيره لا اللي هنا اجير ولا اقصى اجير اللي في النص حر واحد. انا ذا اللي تحت اجير صح؟ الله ديوك تبدا تطير على وتره يا تركي يا ولد ايش حببكم في الديره؟ الله تاهي علي يا ابو شهو والله اني كان احبها لان دعمني واحد منها بظهري اخذتي ثلاث ايام ما تنسب اجر راعي طير والله اخذت لي سنتين راعي طير عقبها هوت انا برويك طير الحين لو تعطيني رايك لا تخرب الطير يا ولد لا صقار الرجال معلش اجهله دبل دبل كابيشو منصر عمي حسن. أنا يا عيون اللي لا قبل ما يديه لازم يدق جوال. لا ما هو منصر في المطيطات. لا وقبله 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 كيف؟ دبل دبل. ضايع نفسه. جيب له عزام بحري. أحشم شاهين. بحري شاهين. شاهين بحري خلاص. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله اي انت قطعه ابو شيفول ما شاء الله تبارك الله يجزاك خير ايش سنة ذا صالح ارحب يا ريج ارحب يا شهام ارحب ارحب يا شهام ارحب ارحب يا شهام اي والله هذا الهجاء قبل وش كان اسمه قبل خلاص اي والله شوف قبل وش كان اسمه يا خالد ها قبل قايد وش كان اسمه نعم مليون بعد حزام بحري صح حزام يا خالد الله يجزاك خير يا سلطان مالك جاي يا صوب الحسا يا ابو شعبول لا والله اني مالي جاي قريب بس وين تدعون انتم حول عقيل ابشر بروقي ها هو بعيد ابي حلت عظيم اي خنيها توم الجحله
كله عصب بس فهلا لو يطول في جديده من جديده واجتداها ما بطير على طير يا خراب. ها؟ وش؟ يوم خلقت ولا ما عاد اطير. الشايب راح يطير. المانكوين. قد قرصت برا؟ لازم حريش. لا والله ما قرصت برا. داخل ما يملك تقم صح؟ ليه؟ ما يملك. هل انت؟ وين تقص؟ حق الحسن. الحسن. لا لا ما يملك. يا كيف من العام صيدوا واحدة في الحسن. قصدك قبل أربع سنين. رجال العام. لا لا قبل أربع سنين. يعني الطلق انها العرب وتراه مسموح ما ممنوع. شو مسموح؟ مسموح حبارة بقناص حبارة. ها؟ أنا حق يا شهم حيواث الحجاج. حيواث الحجاج يا شهم اسم على مسمى. شهر ولا أسبوع؟ ثاني. الربع شدوا تكبس بس شدوا تكبس. الربع شدوا تكبس. شيروك كبس. تكبس 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 تكبس. إي إي إي. عندنا قفاز قفاز تكفى يا سيد مين نزل قفاز تكفى يا ولد عمي تكفى تكفى بشدنا مرة خلها أفايا للعب مرة حلو ها؟ ويش؟ أنت العلم ها؟ قرب الجوال لا تروح دي خلاص بدي شد شد برا الجوال لا تروح يا الرابع ترى مبطي من الجولات اللي كذا ها ما عليه بعوضك بعوضك غطيب منه ولا بعوضك لا ثاني عطل لا بعوضك لا ثاني جيب فوق راسي يحسب لي الشمعة حبوب جابر 1 2 مبارك ما ترقد 1 2 3 ما شاء الله كنت بلد له شيرو شيرو كبس يا غير لا تشدون تكبيس كلكم فرق لا عودة وحش يا ربع الدول خلص انا بدنا خلص بيرجع بدون الطير حمود انا ما حبيت بيرجع بدون الطير متردي عليه ليه يلا حمود يلا حمود ما تقفل الدم خرب عليك ايش؟ شو خرب عليك؟ شوف ما وش خرب عليك؟ انت شايربها ولا الدبل يا الربع حقتي لا جيب جيب بديك لا لا تعال دفتر علي امزح امزح يا امي انت عشان قلت بياخذ النوري وخرب ربع يا ربع ترى الدبل ما تقفل عندهم استغل الدبل ليه؟ ما ترى ما هي باصة ان شاء الله
حلو والله يعني شيري عاونري جرب شيرو شيرو كبسه بارك والله تدعم بيدينك وبرجيك ما انا ابغى فاصل يا الربع على الصدام انت ومبارك طيب الله وجهي شيخ انا لك اي والله عيني اي والله عيني اي بخلي لكم انت كلها هريج وقلوب خلاص خلاص حط الكاميرا علي اصبر شكرا لجميع الداعمين شكرا ها شكرا يلا ها يقول حط الكاميرا علي تكريس 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 طقها طلع بسم الله عليه تكفي شد تكفي 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 أرحب تبقى ولا دار أدور لي صباحية خبر المحل في النعيرية ولا حولكم أسعاره جينا اشتريها من الكويت لا غير الكويت يلا في عندنا محل في النعيرية وش هو محل اللي يعرفه محل غامدي هو المشهور ما غير في احد غير غامدي في غير غامدي واحد الغامدي كيف اسعاره يقول غالي يا ولد من هو الغامدي الغامدي سواء انه غالي ولا مو غالي بس انه من شغل فايف ستار لكوليزما انا خابر يمدحونه والله لكن اياه يجيبها من الكويت لكن يميزه انه ثلاثه عنده الاثاث عنده كلش عنده كل شيء عندك كل شيء عندك قد سمعت بالصباح السعودية هي الخضراء لا صفراء يذكرونها لي يمدحونها ولا قريب اشوف احد جربها قبلوا قبلوا الدبل يا تكرر هلا كل عيله اشرب من البهوه الاحمر
الدوره، ترى هذه الدوره الفاصله مسموح فيها كل شيء. يا الربع افتحوا لكم صوتي واضح. هي اللي تخلي الطبق اسهل. اخذ ثواني جبنه الدجاج اهم من الدجاج. 80% of dandruff sufferers also suffer from hair fall. يا العشاير لابد ابينا على يا العشاير لابد لازم زمزم زاحمه خلاص واصل حتى تروح الجوله من جحله. أريج شكرا لحجم السماء. أي والله أي والله أي سندرني صادق الكومنت كله أريج أريج احتمت الطيور. أي والله أي شكرا للجميع شكرا لهبيض وجهك وش أقول؟ شوف الطير يا خلا وش الطير تقول لي؟ شهان وش هي؟ شهانة؟ وبس إجبلية ولا بحرية؟ إجبلية. خالد لبى كبدك خلوني خالد أخو عيد داعي. طيب تعال أشوف ذا جبه دقيقة يا أبو شبه اشوف الكبر قال الله يلعن والديه موتر. اوه الله اجل ولد من اهل الحرام انه من صبح ويطاطي شوف ذا هذا وشو عن الذمه ها في الطاوله فزتان تعطيك ذا الطير هذا وشو؟ عرفت؟ لذلك يردي له صفر الناس هوا شوف كنت بعطيك اياه لفزت لكنك ما فزت هذا الله اعطاك اياه الله اعطاك اياه حتى لو فوز طيب ها الطير ما في من خلني احكم الحكم الأول لا ما فيها لطير طيب يجيك بدون حكم لا ما يجي والله يا خلف والله ماني خاطر أنا في الأحكام من ظهر أنا ماني خاطر في الأحكام والله أنك ما تلعب عادي عنده يعطيه طيف بس ما ينفذ عادي يعطيك فلوس أي شيء عشان أنفذ أجل حصان لا حصانتين حصنتين فاهم خطأ هاي والله عينك هاي والله عينك يلا يلا ما تشتر يا خلاص يا مرحبا ومشهر ودعتك
علق. انا رقدت امس وقمت. علق. بعطيكم قصة. قصة ومع قصيدة صيد. وش القصة؟ قصة. أنا دور اللي لا ما أضربكم أنا بس أدور قصيدة البيت هي فيها قصيدة. هذا شاعر اسمه أبو الفاض ياخذ لك قصة من قوي. لا والله بس الأبيات ما يحافظ عدل وأدورها منها على ايام الدوري. ابو الفارض شاعر معروف حلو الكلام. الوكاد ان ابو الفارض هذا ان ابو الفارض هذا شاف لها واحده وحبها مات عندها. ابو الفارض يقولون انه يقولون انا ما لحقت عليه بس يقولون القوال اللي لحقوا عليه انه رجال دين وشيده ولا عنده يمين يسار ومصلي و رجال ما عنده من شر ومعروف انه صاحي وسيده معروف معروف. ولو كاد ان الرجال ذا الفارض حب لها واحده وانعزل من الناس وطاح في البيت ولا عاد ياكل شروه يعني ولا عاد ياكل و تجيهم سلامات وش فيك ابو الفارض وش فيك معلم وش فيك ابو الفارض يا ابو الفارض وش فيك يا قال ما فيني شيء ما فيني شيء. لو كاد طول طور بحالته يرثاها قالت ما انه يحب فلان يوم قده في البيت اخر الليل في زاوية المجلس منسدح منطوي مكتئب حزين مشتحن ممحوق السرحة اللمة داخلها عليه اللي معها معها اللي يحب معها من اللي هو شافها وحبها حب حب نقي يعني حب ما فيه من يسار حب شافها وحبها وذا بس انه ما قدر يسوي شيء طاح البيت. هو جاء في الليل لامه داخله عليه ولا وراها حبيبته ذو حب معها سراج هم لو ما في ليتات وماسكه السراج كذا وجهها كذا عشان تخيلوا المنظر ماسك السراج كذا وطلت عليه هو شافه هذا المكان. أول ما طلت ايش قال؟ قال قال دي بس ضاعت الكلمات
أخفي الهوى، أخفي الهوى. إيه أول ما طلع أم طلت عليه سكت كذا شوي كذا بدون ملامح وحولت الدمعة بدون ملامح. قال أخفي الهوى ومدامعي تخفيه، أخفي الهوى ومدامعي تبديه، وأميته وأميته وصبابتي تحييه، ومعذبي حلو الشمائل أهيف قد جمعت كل المحاسن فيه. فكأنه بالحسن صورة يوسف، وكأنني بالحزن مثل أبيه. كأنه بالحسن صورة يوسف، وكأنني بالحزن مثل أبيه. قربت منها ذي لو يحب تو بتقرب السراج من وجهه. يوم قربت السراج قام الدهن الزيت بالسراج أحرق وجهه. أنا حاول السرحة فك. ويوم قرب السراج منه وانكب على وجهه قال هو يا محرقا بالنار وجه محبك احرق جسمي واحرق ما تضع. اخفي الهوى ومدامعي تبديه وأميته وأميته ومعذبي شبه الشمائل أهيف قد جمعت كل المحاسن فيه. فكأنه بالحسن صورة يوسف، وكأنني بالحزن مثل أبيه. يا محرقا بالنار وجه محبه مهلا فإن مدامعي تبديه، أحرق بها جسدي وكل جوارحي، واحرص على قلبي لأنك فيه فإنك فيه. إن أنكر العشاق فيك صبابتي فأنا الهوى وابن الهوى وابن أخيه وأبيه. الهوى ما ادري حد غناها ولا بغنيها. يا محرقا للنار شو حد غناها ولا
غناها بنورها ما ادري ظهر غناها ولا ما غناها. العموم ترى انا كنا ويا بث العصر كذا بس صار عندي ضرب بمشي بعد شوي اشوفكم ان شاء الله الليله او بكره الليله بكره يا رب يدروني والله اني مشغول.